السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم مبروك، نهار مبروك. اليوم إن شاء الله غنصوم معكم واحد شهوة، نبدأ على بركة الله. يا بسم الله، بسم الله، نبدأ على بركة الله. اليوم غنديرو إن شاء الله الدجاج، فخيدات ديال الدجاج اللي هما هادو لي كويس. غنديرو معاهم بصيلة صغيورين، بيتي أونيون، وندير معاهم البطاطا صغيرة حتى هي. وغادي نحتاجو شوية السوداني أو التحميرة، اللي ما عندوش واللي ماشي يدير السوداني يدير شوية التحميرة، الملحة، الإبزار، سكينجبير، والثومة أو القزبر مطحونين، أنا ديراهم في الفريغو. أنا غادي نحكم معاكم وجدة ديرها مدامات، خليكم معايا. هادو هما المقادير اللي عندنا. نبداو على بركة الله. غادي نصبو الشرمولة وغادي نقشرو الخضرة، خليكم معايا. دابا غناخدو هاد التومة اللي هي ضامة، غادي نحكها باش تدوب ليا لأنها متلجة، باش نفقد فيها داك لي كويس ديال الدجاج، بما نوجد البصل والبطاطا باش نديرهم في الفرن. صافي ها هما، يا حكيتها، ناخذ غير القياس. غادي نزيد عليها، غادي نخليها نزيدها في لقاء في البطاطا والبصله. دابا غادي ندير القرمه كلها، غادي نزيد على شويه الزيت البلديه. الزيت البلدية هي عندي دايره فيها الزيتون، الكحل، الزعتر، الملحة والإبزار، غندير فيها غير شوية. بركة. وغادي نخلط هاد الخليط كله بيدي، أنا عزيزي نخدم بيدي، كنعرف الإحساس ديال التوابل اللي عندي والقياسات كلهم في يديا. دابا غادي ناخد الدجاج، غادي نشرملهم ونخليهم يترقدوا بما نوجد البصله. كلينا نحلهم، ندهنهم كاملين ونحلهم من الداخل بهذه الطريقه باش ندخل فيهم شويه القامه هكذا باش نبنهم هكذا، وتنديروا لهم هكذا عاود، كنعاود نرجعو عليهم هاد التجليفة وكنخليهم يرقادو هكدا. فوالا بحال هكدا باش تيتنسمو هكدا، ونرجعو عليهم هاد التجليدة هكدا وحدا. خليكم معايا ديما نكمل ونرجع معاكم. دابا غنقشرو البصلة، هكدا تنخليوها صحيحة، هكدا دابا كملنا البصله. بدينا في البطاطا حتى هي غنقشروها، ما غنسلقو ما والو، غنخشيوها مع نطرحوها مع الدجاج في الفران، كيطيب كلشي بدقه. والبصله الصغيره اللي ما عندكش ماشي مشكل، دير البصله اخرى هي شنفة. كملوا نرجع معكم. دابا هي البطاطا وجدات، غادي ناخدو شي المول اللي غنديرو فيه الدجاج، غادي نزيدو. دابا غادي نصبو في هاد الغطاء هدا، غادي ندخلو الفرن، غادي ناخدو بسم الله
هاد الفخيدات كنقادوهم هكذا باش ما تهربش من الجهه. حنا نزيد الجهه الاخرى. انا كنعتذر ضربني البرد راني مروحه. استغفر لك واتوب اليك. عواشركم مباركه عليكم باش كنتمناو وديروا بالكم على البرد. راه كاينه الثانيه هاد الريح عرفتي العظام كيطيحوا. صافي كنديروهم هكذا كناخذوا هاد المريقه هذيك كنديروا فيها هاد البصله غادي نخلط هاد اللقامه يمكن نزيد فيها شي حاجه نزيد فيها الدرس تاع الثوم غير شويه هكذا شوية الملحة صافي وغادي نديرها في الفران مع هاد التوابل مع هاد الفخيدات الفران وغنخويها فوق منهم هكدا وغادي ندخلها الفران نخليها حتى توجد على خاطرها إما ندير بابي ألمنيوم البصيلات نفرقوهم البصيلة راه ما غندير لا ما لا والو هادشي اللي كاين هو اللي غادي يطلق الماء وغنخلي الأفيلة شاعلة من تحت نديرو البصيلات من الفوق هكدا هادشي هو اللي غادي يطلق الماء خليكم معايا نكملو هادشي كلو هكدا صافي طيطة في الجناب باش تهبط لهاديك المريقة ديال الدجاج هي اللي غطيبها الدجاج راه كيطلق الماء البصلة كطلق الماء والفران ملي كديري فيه شي حاجة كيطلق الماء صافي هادشي اللي كاين البصيلة تاهي درناها من الفوق فوالا دابا غادي نجيبو بابي ألمنيوم ونغطوه من الفوق نزيرو عليه ونشعلو عليه العافية ميلة غير من التحت ونخليوه حتى يطيب على خاطرو خليكم معايا دابا غادي نديرو بابي ألمنيوم ونخليوه نديرو في الفرن اللي يطيب ملي يوجدني معاكم هو وجدناه واش ندير البصله والبطاطا لي الكراط لي ورد لي كويس ديال الدجاج ومطار وزبده وبالصحة والعافية حتى البصيلات طابو الطيطة تا هي طابت شو بالصحة والعافية باي باي.